السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزين يا شباب نتكلم عن موضوع مهم جدا، اوكي؟ واتمنى الموضوع ده كده ناخده بصدر رحب ونفهم ونستوعب. اهم حاجة عند شباب الفهم. طيب، في ناس كتير بتقول ان الجمباز استعراضي استعراضي استعراضي، والناس اللي بتيجي مثلا تمارس ميكس بمارشال ارتس او اي فن قتالي، كونغ فو، كاراتي، تايكوندو، ماي تاي، كابويرا، ويجي يمارس معاه الجمباز، كتير يقول لك ده استعراضي ده استعراضي ده استعراضي. طيب، بداية الجمباز يا شباب، الجمباز اغلبه حركات بتعتمد على المرونة واللياقة البدنية العالية جدا، اوكي، والرشاقة. الجمباز حركات شقلبات، اغلبه شقلبات، شقلبة امامية، شقلبة خلفية، اوكي، شقلبة جانبية. ولكن هل اللي بيمارس جمباز استعراضي؟ اللي بيمارس جمباز فقط لغير، او الجمباز الفني تمام، او جمباز عام، او باركور، جمباز فقط لغير فقط لغير، ومش بيمارس معاه اي فن قتالي، اكيد ده بيكون خبرته القتاليه ضعيفه، اكيد مش هيعرف يدافع عن نفسه زي الناس اللي بتمارس فنون قتاليه فقط. طب فلنفترض واحد بيمارس فنون قتاليه، بوكسينج، وانج تشان تمام، تايكوندو، كاراتي، اي جوجيتسو، جودو، اي فن قتالي، ومارس معاه حركات جمباز زي شقلبه الاماميه، شقلبه خلفيه، شقلبه جانبيه، هل ممكن يحول حركات الجمباز ديت لحركات قتاليه؟ ايوه يا جماعه، القتال لا قيود لا حدود، ما تحكمش من قدراتك على قدرات الاخرين. انا مثلا دلوقتي ما بعرفش استخدم حركات الجمباز في القتال، يبقى ما عممش القاعده، ما اقولش ان اي حد بيعمل الشقلبات دي مش هتفيده، ده استعراضي. انا كجابر، انا بمارس ميكس مارشال ارتس وبمارس جمباز، والله العظيم يا شباب، والله العظيم، في مرة كنت بلعب في فايت حقيقي تمام، ومع كابتن مستوى عالي جدا. فالمهم انا كنت قاصد ان انا استخدم الجمباز في الفايت في القتال، وفعلا استخدمت الجمباز في الفايت، والكابتن بعد ما خلصنا يا ربي الفايت قال لي يا جابر الحركة دي لو كانت جت فيا كانت هتبقى ضربة قاضية. تعالى يا محمد، كنا بنلعب في فايت عادي، عملت حركة اسمها الراوند اوف، واقف اهو في وضع الفايت، طلعت للاعلى بالشكل ده ونزلت كده. انتوا متخيلين يا شباب؟ انتوا متخيلين انا مثلا دلوقتي لو في فايت مع حد ورحت مثلا جيت واتشقلبت كده عليه، انتوا متخيلين؟ تنفع ادام انا هقدر استخدمها فهقدر استخدمها، اوكي. لو هنلاحظ يا شباب ان حركات برضو الكابويرا فيه حركات جمباز كتير تمام، انا مثلا ايه بنزل بطلع بلف تمام. فيا شباب نحاول ما نقللش من قدرات الاخرين. انا ممكن اكون واقف بالخلف كده بالشكل ده، وحد ورايا مثلا بلعب فايت، فرحت لفيت اهو ورجلي جت في الوجه، جت في وجهه، ادام هعرف استخدمها يبقى حركه الجمباز اتحولت لحركه قتاليه. مفيش مانع، مش معنى ادام بعمل حركات جمباز وبمارس فنون قتاليه يبقى انا استعراضي. الفكره كلها انت بتعرف تستخدم الحركات دي ولا لا، الفكرة كلها هتعرف تستخدم الحركات اللي عالطاير ولا لأ، دي الفكرة. ايه امكانياتك؟ ايه مستوياتك؟ لكن مش عشان ما بتعرفش تستخدم تعمل حركات جمباز تقول الشخص ده استعراضي. القتال الحقيقي لا قيود لا قواعد، ممكن اقاتل وانا من تحت بالشكل ده، ارفع رجلي الف اضرب، ممكن اعمل حاجات كتير جدا، ممكن اكون واقف اهو في البداية والله العظيم هلعب الفايت، ممكن بدل مثلا ما ادخل كده واضرب برجلي اعمل شلبه اعمل عليه او ارفع ايدي واعمل كده واضرب. انتوا متخيلين الحركه دي لو جت بقوه في وجهه خلاص بالسلامه. فيا شباب الجمباز عادي ينفع نستخدمه في الفنون القتاليه. حاول ما تحكمش من خلال قدراتك، اوكي، على قدرات الاخرين. لو انت مش عارف تعمل الحاجه دي غيرك يقدر يعملها. ما تقللش من شأن وقدرات الآخرين. من دواعي الاحترام بشكل عام ألا نسخر من أي شيء، لأن كل شيء يمثل قيمة واحترام لشخص ما. تمام يا شباب، دي وجهة نظري. الجمباز مع الفنون القتالية شيء مهم جدا، بيديك لياقة بدنية عالية، بيديك رشاقة عالية. حركات الجمباز ينفع تستخدمها في القتال؟ ينفع لو أنت عندك الأبيليتي، القدرة، أوكي.
ده كان موضوع يا شباب، ربنا يوفقكم يا رب العالمين. ومن وجهه نظري نحاول نتمرن حركات الجمباز الاساسيه، الكارتويل، العجله، الباك دا الباك دايف، باك هاند سبرينج، فرونت هاند سبرينج، حركات الاساسيه يا شباب بتفيدنا في فعلا القتال. وكمان لو هستخدمها هتقدر تستخدمها لو انت فعلا عندك القدره واستخدمت التوقيت المناسب كمان. يا رب تكونوا استفدتوا من الموضوع ده هوت، واتمنى اشوف تعليقاتكم على الموضوع بتاعي، وربنا يوفقكم يا رب العالمين. Peace.